وفي حالة ربما تكون نادرة على المشهد العراقي، القضية هي مرافعة قضائية أمام المحاكم المختصة في العراق. قد يستغرب المواطن العراقي من فحواها، لكنها حدثت بالفعل في إحدى محاكم النجف الأشرف، حينما اشتكى مواطن عراقي على صاحب مطعم استغل الرصيف، مما دفع المواطن للنزول إلى الشارع، وتسبب ذلك بتعرضه إلى حادث مروري، وقضت المحكمة بتغريب صاحب المطعم بمبلغ يصل إلى 22 ألف دولار تعويضاً للرجل المشتكي. هذا الخبر انتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت هناك الكثير من التعليقات حول الموضوع، نتابعها الآن. على صفحة بغداد ينشر الخبر: بسبب تجاوز أحد المطاعم على الرصيف اضطر أحد المارة إلى النزول إلى الشارع وتعرض لحادث دهس من قبل إحدى العجلات، ورفع الرجل دعوى ضد صاحب المطعم المتجاوز على الرصيف باعتباره المتسبب الأول بالحادث. فقررت المحكمة في النجف تغريم صاحب المطعم 22 ألف دولار هي تكاليف العلاج والعمليات للمتضرر من الحادث خارج العراق. وهنا يسأل: هل تؤيد تفعيل هذا النوع من القرارات؟ نشاهد ماذا علق رواد المواقع منصة التواصل الاجتماعي. ذكرى محمد: قرار صحيح، أني أمشي بنص السيارات لأن كلها متجاوزة على الرصيف. أما طلال الدوري: المفروض الجميع يرفعون قضايا على البلدية أولا لعدم رفع التجاوزات، وعلى المتجاوز اللي ماخذ حق الناس. وحيدر ميثم جاسم: أفضل قرار، وعاشت إيد القاضي اللي غرم المطعم. يعني أغلب شوارع بغداد تضطر تنزل تمشي ويا السيارات لأن الأفندي صاحب المطعم أو المحل قرر بأن الرصيف مالته وسد طريق العالم. وكريم علي يعلق: أفضل شيء أن تصبح عند الناس ثقافة القانون، وهذه بداية واعدة يجب نشرها كي تعم الفائدة، ويفترض رفع دعوى على كل مقاول تسبب بضرر لمواطن.